السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هناخد إزاي تحل مشكلة ويندوز أبديت بدون أي برامج وبدون استعانة بأي ملفات خارجية. بكل بساطة الويندوز أبديت أصلا، يعني هقول لكم تعريف ليه في السريع كده. الويندوز أبديت ده مهمته إن هو بيتصل بموقع ويندوز اللي هو الخاص بتنزيل النسخة على الجهاز، وبعد ما ينزل بعد ما يتصل بالموقع، الموقع بينزل تحديثات للويندوز. التحديثات دي فايدتها انها بتقفل الثغرات على الهاكرز، وبتحدث نظام الويندوز حاجات معينه فيه، برامج معينه فيه، بحيث انه يبقى اداؤه افضل ويبقى امن للاستخدام. فطبعا ويندوز ابديت ده مهم جدا. لو انت ما عندكش اي خبره في التعامل مع ويندوز ابديت ولا يعني ايه ويندوز ابديت، اتفرج على الفيديو ده وان شاء الله هتستفيد وهتعرف تحل اي مشكله في تنزيله. يعني المشكله الاساسيه انك انت تيجي تعمل ويندوز ابديت ما يشتغلش، يقول لك برجاء اعاده التشغيل، يقول لك ايرور. بتجيب اصلا الويندوز ابديت ده ازاي؟ بتتك هنا ستارت كنترول بانل، هتلاقي عندك هنا مكتوب ويندوز ابديت زي ما انتم شايفين، ويندوز ابديت. هتضغط عليه ضغطه، المفترض مش هيجي لك كده، هيقول لك تشيك فور ابديتس، مش هيقول لك انستول ابديت، لا تشيك فور ابديت، يعني افحص هل يوجد تحديثات ام لا، وبعد كده هتضغط عليها هيقول لك في ايرور موجود. المشكله دي كانت عندي، وكانت يعني اتفرجت على فيديوهات كتير جدا عربيه وما لقيتش اي حل ليها ولا حد عارف اصلا يشرحها. اتفرجت على فيديوهات اجنبيه، فيديو واحد بس اجنبي اتفرجت عليه عرفت وحليت المشكله، ودلوقتي تقدر اقدر احملها بكل سهوله عن طريق اقول له انستول ابديت. في الابديتس المهمه وفي ابديت اختياريه. الابديت المهمه تضغط عليها ان شاء الله يعني بعد المشكله تتصلح، وتتك على اوكي ويبدا ينزل لك، تك على اوكي وتقول له انستول ابديتس، يبدا ينزل لك التحديثات. ده ازاي تعرف تشتغل على ويندوز ابديت لو كان سليم. طيب لو هو بقى بايظ وفي اي مشكله فيه هنعمل ايه؟ اتبعوا معايا الخطوات. اول حاجه هنعملها، انا كل حاجه هكتبها لكم اسفل الفيديو، اي امر بكتبه، اي ملف او مجلد بكتبه هسيبه لكم اسفل الفيديو. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا نقول ستارت، ونبدا نكتب run r u n، تمام، كليك يمين عليها وتقول له او اوبن على طول، تضغط عليها ضغطه يبدا يفتح لك قائمه الرن، تمام. بعد كده هتضغط تعمل علامه الانجليش وتكتب s e r v i c e s dot m s c، انا كاتبها لكم برضو اسفل الفيديو. اتك اوكي، تمام. نعمل ايه؟ هنكبر بس عشان تشوفوا. دلوقتي هختار خدمتين هوقفهم عشان اعمل حاجه معينه، وبعد كده اشتغل على تصليح ويندوز ابديت. اول حاجه باك جراوند انتليجنت ترانسفير سيرفيس، الخدمه دي هعمل كليك يمين عليها واقول له ستوب. موضوع بسيط، وسيبه شويه يحمل ما تقلقوش. بياخد وقت شوية. وهنعمل برضو وقف او ستوب لخدمة تانية اسمها ويندوز ابديت. يعني خدمتين بس هنعملهم توقيف او وقف، وبعد كده هنبدأ نمسح ملفات من الويندوز، ملفات خاصة بالويندوز ابديت اللي هو الملفات القديمة البايظة. جاري التحميل اهو.
ادي اول خدمة وقفناها، هندخل عليها تاني، هي متوقفتش، لا اتعمل ستوبنج، اضغط عليها ضغطتين واتاك ستوب لو ما اشتغلتش، لو ما رضتش تشتغل هو كده عمل لها ستوب. ندخل على الخدمة التانية اسمها ويندوز ابديت، هتلاقيها في الاخر خالص، ويندوز ابديت، هتضغط كليك يمين وستوب او دبل كليك تكيتين يعني وتضغط ستوب. هي هي كده بنعمل وقف للخدمتين دول عشان انا اقدر امسح ملفات اللي هي زي ملفات مؤقته ما كانت موجوده على في ملفات الويندوز ابديت، اقدر امسحها واتعامل معاها بكل سهوله بعد كده اللي انا اقدر اشتغل خلاص. تمام كده اقول له اوكي تمام، انا وقفت الخدمتين. بعد كده اخش على سي ويندوز، وبرده المسار ده موجود في اسفل الفيديو، سوفت وير ديستريبيوشن، واضغط على مجلدين، المجلد ده والمجلد ده، المجلد ده والمجلد ده، داتا ستور وداونلود. داتا ستور هضغطه واحدد الحاجه اللي جواه وشيفت ديليت عليه او ديليت مسح تمام، وداونلود وهمسح واحدد كل الملفات بالماوس كده عادي، واقوم عامل شيفت ديليت وامسح تمام. بعد كده بعد ما مسحت الملفين دول هيقدروا يتمسحوا، لو انا ما كنتش وقفت الخدمتين دول ما كانوش عمرهم هيعرفوا يتمسحوا، فاهمين؟ فاحنا وقفنا الخدمات دي عشان اعرف امسح واشتغل عليها، عشان لو انا ما وقفتش الخدمات هيقول لي الملفات دي قيد الاستخدام ما ينفعش تمسحها. طيب هنعمل ايه بقى بعد الخطوتين دول؟ وقفنا الخدمات ومسحنا، لا نشغل الخدمات تاني. ليه؟ عشان انا دلوقتي هعمل ريستارت ونبدا نشوف هنعمل ايه بعدها. هندخل برضو على قائمة ران، هنكتب ران او علامة الويندوز ار ايا كان، وتتك ران اهي اول واحدة ايه، تضغط عليها تكة ضغطة وتقول تكتب s e r v i c e s dot m s c ماشي، وتقول له اوكي، ونبدأ نشغل خدمات تاني اللي احنا قفلناها. انا عملت بس دي كده بحيث ان انا ايه اعرف اشوف الكلام كله، شايفين؟ المهم background intelligent transfer service، كليك يمين عليها واقول له ايه بدل ستوب اقول له ستارت تشغيل. تمام اشتغلت الحمد لله، وننزل تحت تاني على ويندوز ابديت واقول له برده بدل ما انا عملت له ستوب المره اللي فاتت هعمل له ايه تشغيل زي ويندوز ابديت اهو، كليك يمين عليه ونقول له ستارت. برجع ما حدش يشتغل في اي حاجه غير اللي انا قلت عليها، يعني ما فيش اي حد يعمل اي حاجه تانية في الايه في اي حاجه من دول يعني، ومالكش دعوه بويندوز سيرش ويندوز انستولر، مالكش دعوه باي حاجه، دي خليك في الخدمتين اللي انا قلت لك عليهم، ويندوز ابديت وباك جراوند انتليجنت سيرفيس. تمام عملت تشغيل للاثنين، بعد كده هنعمل ريستارت للجهاز، هنعمل هنا ريستارت. بعد عدة التشغيل هنعمل ايه؟ هندخل على البراوزر او المتصفح بتاع انترنت اكسبلورر الخاص بالجهاز، مش جوجل كروم لا. تمام هنضغط انترنت اكسبلورر، هنضغط اكسبلورر عشان بس اهو اول حاجه ما جبتها اكسبلورر، انترنت اكسبلورر اهو. انا عندي 64 بت اللي هو الويندوز التشغيل اللي هو السيستم تايب، هقول لكم ازاي تجيبوه، تعرف انت 32 بت ولا 64 بت ازاي. كليك يمين على ماي كمبيوتر وتقول له بريورتيز، هتشوف حاجه اسمها سيستم تايب هنا زي ما انتم شايفين 64 بت اوبريتنج سيستم 64 بت ماشي. هنعمل هنضغط ستارت، نفتح ستارت ونضغط اكسبلورر اي اكس بي ال او ار اي ار، اول حاجه اتعملت ايه تاني واحده انترنت اكسبلورر 64 بت، هتضغط عليها ضغطه. تمام ركزوا بقى معايا، هنكتب ايه في المتصفح هنا؟ هنكتب سي اي كتالوج سي اي تي اي ال او جي دوت ابديت، برضو سايبه لكم برضو اسفل الفيديو، مايكروسوفت ام اي سي ار او اس او اف تي دوت سي او ام دوت كوم، كتالوج سي اي تي اي ال او جي دوت ابديت يو بي دي اي تي اي دوت مايكروسوفت ام اي سي ار او اس او اف تي دوت كوم سي او ام، ونقول له اوكي انتر. تمام طبعا لازم تكون متصل بالانترنت. بعد كده بيجي لك الشكل ده، لو ما جالكش هيجي لك هنا في علامه صفراء بتجي لك هنا، كليك يمين عليها وتقول له انستول او اد،
فوق هنا زي ما انتم شايفين هنا كده في البتاعه دي، تلاقي مستطيل كبير جدا كده مكتوب يقول لك انستول اد، قول له نعم، كليك يمين عليها وتقول له انستول. تمام، بعد ما تعمل انستول هتكتب انت عندك ويندوز كام، انت مش عارف مثلا انت عندك ويندوز كام، كليك يمين على ماي كمبيوتر وتقول له بروبرتيز، هتلاقي عندك مكتوب ويندوز، ويندوز اديشن يعني اصدار الويندوز، ويندوز 7 التيميت، ما علينا من التيميت، عندنا ويندوز 7. هتضغط على شريط البحث ده، تعمل اللغه الانجليزيه وتكتب ويندوز 7 7 ابديت، تمام، ونقول له انتر او بحث ايا كان، يعني تكتب اصدار الويندوز اللي انت فيه. يعني لو واحد عنده ويندوز 8 يكتب ويندوز 8 ابديت، ويندوز 10 ويندوز 10 ابديت، تمام، وتقول له بحث. هيبحث لك على جميع الايه، هيبحث لك على جميع التحديثات الخاصه بويندوز 7. اللي يهمنا بقى ان احنا ننزل التحديثات المهمه، زي حاجه اسمها كريتيكال ابديتس. يعني ايه كريتيكال ابديتس؟ يعني التحديثات الحرجه انك لازم انت تنزلها، يعني مش حاجه اختياريه، لا لازم تنزلها. ليه؟ عشان مهمه جدا. كريتيكال ابديت دي وكريتيكال ابديتس هنا، هتضغط اضافه، كريتيكال ابديتس ثانيه تقول له اضافه، في كريتيكال ابديتس ثانيه اهي اضافه، تبص ثاني سكيورتي ابديت يعني التحديثات امنيه، يعني انت عايز يعني تامن الجهاز بتاعك تحدث التحديثات دي، وكل تحديث جنبه كام ميجا، يعني مثلا سكيورتي ابديت ده عامل 9.1 ميجا، يعني حاجه بسيطه. الكريتيكال ابديت اللي احنا عملناهم 1.9 ميجا، يعني حاجه بسيطه. كريتيكال ابديت 1.6 بسيطه برضو، كريتيكال برضو ابديت 1.8، كلها حاجات بسيطه. سكيورتي ابديت 4 ميجا، هتضغط على 4 ميجا تقول له اضافه، سكيورتي ابديت 4 ميجا تقول له اضافه، سكيورتي ابديت 9.1 اضافه، ماشي، سكيورتي ابديت تاني تقول له اضافه. لو انت عايز كريتيكال ابديتس بس خلاص اعمل كريتيكال ابديت تقول له اضافه عليها وخلاص وشكرا، تمام. انا بالنسبه لي انا عايز الاثنين، السكيورتي اللي هو الامان بتاع الخاص بالجهاز، وبعد كده برضو ايه اللي برضو الايه الكريتيكال ابديت اللي هي الحاجات المهمه الحرجه اللي لازم تتعمل. انا عملت على السكيورتي وعملت على الكريتيكال، انت براحتك عايز تعمل كريتيكال بس مفيش مشكله، عامل عايز تعمل سكيورتي وكريتيكال مفيش اي ادنى مشكله. بعد كده بعد ما خلصنا هتلاقي هتكتب هتشوف هنا مكتوب عرض السله او شو باسكت لو بالانجلش، تمام، شو باسكت او عرض السله، هتضغط عليها ضغطه، تمام، وتقول له تنزيل. شايفين كلمة تنزيل دي؟ تنزيل، شايفينها؟ تنزيل، هتضغط عليها ضغطة، يبدأ يفتح لك مستطيل، خليك برضو معاه، بيقول لك المجلد اللي أنت هتقوم فيه بتنزيل التحديثات ده فين؟ يعني إيه؟ يعني الملفات دي هتنزل لك في مجلد، المجلد ده أنت عايزه يبقى فين؟ هنقول له مثلا نخليه في الإيه؟ هنقول له يس، عملنا استعراض، هتكيت استعراض أو براوز، وتقول له يس. وتختار مثلا من على الكمبيوتر ماي كمبيوتر او كمبيوتر، وتختار مثلا اي بارتيشن عندك غير السي براحتك، يعني اللي انت عايزه تقول له ايه مثلا وتقول له اوكي، تمام، ويبدا ينزل لك التحديثات، تقول له متابعه، تمام، يبدا ينزل لك، ومشكله الويندوز ابديت تبدا تتحل بكل سهوله زي ما انتم شايفين. شايفين مكتوب انتظار انتظار، اهي بقى يبدا بينزل واحده واحده كده. معنى الكلام ده انك انت خلاص الويندوز ابديت كده اتصلح، مفيش ادنى مشكله كده، خلاص انت خلاص بدات تنزل التحديثات، الجهاز كان غير قابل انه ينزل تحديثات، تمام. وعايز تتاكد اكتر واكتر، انت كده كده هتعمل ريستارت، يعني بعد ما تخلص كل الكلام ده هيقول لك اعمل لي ريستارت، تمام، هتقول له ريستارت او ريستارت ناو، في ريستارت ناو وريستارت ليتر. ريستارت ليتر يعني ايه؟ مش هيعيد تشغيله دلوقتي، هيعيد تشغيله لاحقا. ريستارت ناو اعاده تشغيل الان، اعمل مفيش مشكله ريستارت ناو، وبعد كده بعد ما تخلص اهم حاجه انك ما تطلعش من الحاجه دي دلوقتي، عشان دي مشكله، هتبقى في مشكله كبيره لو انت طلعت منها. خليها تنزل تخلص تحميل، وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. بعد كده هتعمل ريستارت ناو اعاده تشغيل الان، وبعد كده هتدخل على خدمه ويندوز ابديت من ستارت كنترول بانل لوحه التحكم، وهتلاقي ويندوز ابديت عندك في الاسفل هنا زي ما انتم شايفين. لو مش موجود عندكم الشكل ده وعندكم الشكل ده هتختار، انا عمري ما جبت الشكل ده بصراحه، هتلاقيها تقريبا في يوزر اكونت، لا مش يوزر اكونت، هتلاقيها سيستم اند سكيورتي، هتلاقي ويندوز ابديت موجود من سيستم اند سكيورتي. لو دخلت كنترول بانل ولقيت الشكل ده، ماشي، كاتيجوري
هتدخل هتلاقي سيستم اند سكيورتي يعني النظام والامان، الامان والنظام، وهتلاقي ويندوز ابديت او تحديث الويندوز، تضغط عليه ضغطه يبدا يجي لك الحاجات اللي احنا قلناها في اول الفيديو دي، الحاجات المهمه جدا، 7 تحديثات مهمه متاحه و44 تحديث اختياري. ماشي، انت خليك في المهم، سبعة المهمين دول اعملهم، علم عليهم كلهم صح وقول له اوكي وقول له انستول. اول ما تقول له انستول يبدا يحملهم، وكده يبقى الموضوع منتهي، وانت يبقى كده يبقى انت حدثت التحديثات. التحديثات انت عايز تعرف مساحتها قد ايه؟ التحديثات موجوده عندك هتلاقي موجوده 177.9 ميجا بايت. تمام، 7 تحديثات مهمه 177.9 ميجا بايت. هو بيقول لك من 177 ل 900 ميجا، عشان في هنا ملف مكتوب عليه من 73.6 ل 892 ميجا بايت. انتوا واخدين بالكم؟ يعني لو كبرت لكم الجزء ده كده اللي هو الجزء بتاع السايز ده، شايفين في ملف مكتوب عليه من 73.6 ل 892 ميجا بايت. فده انت ممكن يعني ايه تستثنيه، يعني تعمل تشيل علامة صح منه وتقول له باك، هيجي لك عندك 104.2 ميجا بايت. يعني هو ما بيقولكش من كذا لكذا، بس هو اكمني في ابديت هنا موجود فيه ان هو ده من 73.6 الى 892، فعشان كده بيقول لك الابديت هياخد من كذا لكذا. يعني لو انا علمت علامه الصح ورجعت تاني هيقول لك من 177.9 ميجا بايت الى 996.8 ميجا بايت. يعني ال7 تحديثات دول هياخدوا يا اما 177 ميجا، ما بين 177 ميجا الى 996 ميجا، مش هيزيدوا عنهم في الرينج ده. طبعا ده كتير، يعني 900 ميجا دي يعني تقريبا جيجا. فهنشيل علامة الصح من اللي هي من 73.6 ل 892 ميجا بايت، عشان هي دي اللي مكبرة المساحة. هيظهر لنا المساحة الفعلية 104.2 فقط، بس 100 ميجا بايت. هتقول انستول ابديت ويبدأ يحمل لك وما فيش أدنى مشكلة، ويبقى كده مشكلة الويندوز ابديت اتحلت بفضل الله. وما تنسوش الاشتراك في القناة طبعا، واعمل اعجاب للفيديو لو عجبكم، ولو في اي سؤال قابلكم او اي مشكلة قابلتكم سيبوها لي في التعليقات، وان شاء الله هرد عليها مباشرة. ومتشكر جدا ليكم، السلام عليكم.